أسعد الله صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا كل هذه الأجواء يحتاج لها دائما أنه نخلي فد شيء همنا ينطيها طعم، مثل الشاعر علي خلف: كل عام وأنت بألف خير. إن شاء الله يكون هذا عيد خير وبركة عليك وعلى كل أهلنا وين يكونوا. حامض ما قلت ما تعب الجفوف على الحاضر وانا حصت العناقيد، شفته وما صحت يوم شوف تمساك، ابيض قلبه صافي من التجاعيد، رزق للفقرة شوفت وجهك تصير شحيح وماكو من الواد متريد، من تبعد الدمعة بطار في العين ومن تقبل علي ضحكت تزيد، قربنا عليك بداخلك حيل بشريانه وحسك كلش بعيد. الله هيك بلا قلب وانظر للهلال، من شفت العراق الصوم شي يفيد، دورة حاج بهلالي ان معناها صوم بشوفتك وبشوفتك عيد. احسن، كل عام وانتم بخير، كل عام والعراق والعراقيين بألف خير، كل عام وقواتنا الامنيه وحشدنا الشعبي بألف خير، ويا ربي الامن والامان عليكم وعلى كل عام وانت بخير، صحة وعافية ان شاء الله لك ولعائلتك. الله يحفظك. يا ربي من العايدين ان شاء الله. للجميع. بما انه انت بديت بشعر، شلون يعني حبيت الشعر؟ ايش وقت بديت تشعر؟ انا بداياتي الفضل من الله، يعني لربما عن اختلف عن ابناء جيلي. نعم. محظوظ لاني عاشرت ثلاثة اجيال. نعم. اللي هو جيل التسعين وجيل الألفين، واني ما بعد الألفينات بديت أظهر، كتبت تقريبا بالسنة 98. نعم. بعد الألفين وثلاثة بديت أقرأ، تعرف أنت هاي الفترة تعتبر اكتساب خبرة من الأجيال اللي سبقتنا، والحمد لله قدرت أني أضع بصمة بخاطة الشعر الشعبي. كتبت أكثر من قصائد، اكثر من موضوع. شنو تحب اكثر، ابو ذيه لو هاي القصائد؟ لا، انا اكتب قصيده الوجدانيه والقصيده الحسينيه. نعم. ميولي للقصيده اكثر من ما ميولي للابو ذيه. ايش قد تستغرق عندك القصيده تكتبها؟ تعرفين هو ماكو جو يعني معين، يعني تعرف انه ورات هاي من الاجوبه اللي دائما تكون دبلوماسيه، يعني تجي صدفه القصيده، هي صدفه مالي اني اسوي لي جو وشمعه متكامله. ايه بالضبط، تجي فكره. هي وليده اللحظه، وليده موقف. أحسن. دائما تكون هي القصيده وفق موقف معين، ممكن انه راسا يجي الالهام للشاعر. تجي من تجي الفكره والموضوع، الشاعر هنا يبدي انه يقدم ادواته الخاصه به. تعرف بالبدايه ان تكون بدايات ركيكه، يعني تعرف خارج عن نظام الوزن والقافيه. نعم. مجرد النظم. والحمد لله انه بدليل انه هاي قريتها بالبدايه. نعم. هي بالطريق وانا جاي، حبيت ان اشارك بها بالبدايه. فهذا من ضمن الموقف اللي تحس به انه في كتاباتنا. زين، انت ذكرت انه بمجال شعرك واكبت الألفين والتسعينات. نعم. والوقت الحالي، شلون تشوف، خلينا نسألك هذا السؤال، أجواء العيد يعني خلال هذه الفترة بين الماضي والحاضر، شنو اللي تغير، شنو اللي انضاف، حتى على مستوى المنتديات اللي تكون عندكم بالشعر، شلون تكون كمجال الشعر؟ تعرف كل يعني تبقى اتصالنا وسلامنا ومعايداتنا. نعم. بين أخوتنا الشعراء. والحمد لله والشكر احنا علاقتنا يعني علاقه اخويه. نعم. واحد يوصل الثاني اتصال او رساله او موبايل. بالجو العام للعيد اكيد اكو اختلاف. قبل كنا ناخذ عيدي، هسه قمنا نطك برا. زين، ما طول يعني دخلت باجواء العيد، احكي لي اجواء العيد شلون عندكم، شلون بديتوها كعائله، شلون تمارسون هذه الاجواء، وايضا مثلا بالمجتمعك المحيط بك. تعرف انت اليوم اول ما صبحنا لازم. نعم. انه تروح تعايد الوالد والوالده. بما انه انت يعني ان شاء الله قاطعك بالخير، انت شاعر، يجوز مصباح العيد تلقيهم وحده. لا، قلت لك دوم مساء يعني تعايد، تقول لهم كل عام وانتم بخير. يعني لربما اقوم مباشره اقرا لهم شعر. اي بالضبط. لا، الحمد لله اليوم رحت من الصبح لعايده الحج والحجه، الحمد لله. يا ربي طول بعمرهم. اكيد عائده اطفالي وعائلتي.
اهلنا وناسنا ومن خلالكم وخلال قناتكم الراقيه انه نعايد كل اهلنا وناسنا ويا ربي دائما بخير وسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. شلون اجواء العيد يعني استقبلتوها؟ شلون حضرتوا لها؟ خصوصا احنا يعني احنا نعرف قبل يوم انه تتم التحضيرات مال عيد مال كليته مال غيرها، وهاي الهوسه البيت يصير بهوسه وتعال روح وودي هي حالاتها يعني هاي التحضيرات المسبقه لربما تكون احلى من ايام العيد. يعني هاي الاجواء تحضر الملابس للاطفال، تاخذ انا اخذت حسون البارحه تعرف الهم بسرعة الحلاقين يعني بالنسبه لي انا ما عندي شويه الزيان بس يم ابني يعني وحضروا اجواء يعني المواد. انا اتصل بيها صديق البارحه قال لي انا عندي سرعة من حلاق الساعه 3 الفجر. هي 3 الفجر يعني انا البارحه الحلاق ما اولت البارحه رحت له قال لي علي بالثنتين بالليل، قلت له هذا ابني ينام على الكرسي يعني وين تودي؟ اي والله الحمد لله الله سهلها والله يرزقهم يعني الحلاق يعني وهذا موسمهم. موسم طبعا ذروه الاصحاب المحل الحلاقه وغيرها. بس اكو سؤال يعني ليش يعني هم مو يروحون الايام العاديه للحلاق؟ ليش بالعيد يصير زحمه؟ مو هي هاي الاجواء لازم زيان العيد هذا من الضروريات. هو تبقى ياخذ له فتره انه مده شهر او اكثر من او 10 ايام يبقى انه يضم اخر زيانه وزيان العيد. فهاي هو الجو العام اللي متعرفين عليه وهاي التحضيرات انه دائما على الخياط وعلى الملابس وعلى التسوق للاهل. يعني ما اعرف شلون ممكن انه احنا يعني نستقبل كل العيد وكل هذه الاجواء، وايضا يعني تكون اكيد اكو مواقف به وما يكون الا فد لمسه بالشعر. يعني انت مستحيل انه ما مر عليك فد عيد وشفت في موقف وايضا ممكن تالف عليه قصيده او مثلا فد ومضه. لا انا اقرا لك انه جسدت موضوع العيد بالانتصارات اللي حققها حشدنا الشعبي وقواتنا الأمنية. فقلت ثبت عندنا النصر مو رؤية هلالك على هاي صارت عذر المقاطعة بس حتى نوضحها للمشاهد. هاي صارت بأثناء العيد؟ لا هي أثناء الانتصارات أثناء المعارك. تعرف هذا همين موقف من اتجاهنا من موقعنا كشعراء أثناء الانتصار، فهو يعتبر هو عيد يعني للعراقيين. نعم. فقلت ثبت عندنا النصر مو رؤية هلالك الله على الساتر اليوم تعيد رجالك الله. لا مو بالسم هلال الزلم شاجور، هلا بالصاحة طبها وصحت هنيالك، شلك بالورد وهدوم مال العيد، عيد بالحشد يا موطن هلالك. صح لسانك الله يحفظك. طبعا اكيد احنا نفرح ونعتز بكل بطولات حشدنا الشعبي. استاذ علي قلت لي انه انت تكتب عن الحشد، عن انتصارات الحشد يعني عن العراق، عن انتصاراتنا القوات الامنيه بالضبط. شنو اكثر قصيده كتبتها واثرت بيك يعني تركت بداخلك اثر معين؟ والله تعرف انت اللي مرينا به والاحداث الاخيره اللي مرت على العراق تنظيمات داعش الإرهابي، حقيقة تعرف أكثر أو الأغلب أو الأكثر من ناسنا اللي مرت فاجعة أنه لو فاقد لك أخ أو صديق أو تعرف أنه أغلب إخواننا وأحبتنا أنه استشهدوا. هاي من القصائد اللي تأثر بيك مباشرة، أنه تعرف إحنا مو عن أو من مخيلة شاعر، لا الأمور اللي كلها اقتبسناها يعني شفناها التمسناها لمس يد يعني كل واحد فقد عزيز عليه. هاي من ضمن القصائد. تعرف ان اجواء العيد ما اريد انه ندخل من هذا، بس اكيد هو الرحمه والغفران لشهدائنا لولا دماهم احنا ما اليوم نقعد هاي القعده وهاي الجلسه وهذا العيد اللي يمر على ناسنا ونكون فرحانين وملتمين. قصائد اكثر شيء تعرف عن العراق، ف من ضمن القصائد اقرا لك قصيده اللي هي اللي على لسان ابطالنا يقول ما خون الوطن ما بيع الوطن لو دم رقبتي سيب، وما خون العلم لو دمي يتصفر، وطن بيشارة تقتل للي يخون الزاد، الما ضايق عراقك يعجز بوصفه وانا شاعر
وتيه حروف يوم طاري كذا شفت اللي هو يتمرجح بزلفه خشنا عيونهم وسوالف اكترفه خشنا عيونهم وسوالف اكترفه ركضنا على السواتر شاب يسبق شاب اوي اجدامنا شاجورنا تحفه وحق عقال ابوي البخت والديوان وحق شيلتها ام اللي بيها لفعفه وحق ذاك الوقع ظل شاربه يرف غيظ وحق ذاك الشرب كم نهر من تفه ركضنا على السواتر شاب يسبق شاب ويا جدامنا شاجور نتحفه وبعدهم بعد مذب ورانا الماي حتى تقول عافيه ما رجع وفه الابو يدور بابنه الراجع بتابوت اذا صواب بقفاه يصح ما عرف الله صح رساله الله عليك الله رساله يعني خلينا نسألك عن يعني تجيك إلهام على القصيدة وتجي هي ببالك بعدين شلون تحاول رأسا تكتبها أو تحتفظ بها؟ ترى في كل شعر له طقوسه الخاصة أنا شوي عندي لربما أختلف أنا ما أكتب بورقة وقلم أنا أكتب بمخيلتي أحفظ فمن تكمل عند القصيدة أرتب الأبيات بس مو تحتاج أنه تكتب حتى تحفظ يعني أنا بطريقتي يعني لازم يبلت لا أنا الحمد لله يعني من أكتب القصيدة نوع عندنا أنا أهتم بالنوعية ليس بالكم لربما أنا مقل جدا بالكتابات بس عندي أهتم بالنوعية القصيدة اللي تبقى ببالي والأبيات اللي أرتبها الأريتن أنا تبقى ببالي يعني يا سبحان الله الأبيات اللي أحس أن يعني ما يوفن بالغرض ما يبقى بالبال الحمد لله اكمل قصيده تكمل ببالي تكمل وحده الموضوع نعم احس انه القصيده وصل الى حد انه هاي اكتملت هاي كلها في بالك ما شاء الله الحمد لله اي بعدها اطرحها للناس المتخصصه اللي الناس مقربين علي نعم يعني كبيهم من ذوي الاختصاص اصدقائنا المقربين يحبون الشعر وناس من الذائقه المهمين نعم اقدم لهم القصيده لربما تعرف مرات الشاعر يخاف من التوارد بين شاعر وشاعر مرات تجي ابيات متشابهه فمن اطرحها يقولوا لي انه القصيده انه كامله وعندك هنا خلل او هنا موضوع اعيد نظامه الاخير اتعلم على اجواء قراءتها قبل انه اقراها على المنصه نعم والحمد لله والشكر طيب نسمع شيء من عندك ان شاء الله شو تحبون نسمع عنه يعني بما انه انت تحب الوجدان خلينا نسمع وجدان وجدان بما انه اليوم عيد وهذا فنخلي نعايد المراه نعم كل عام وانت ظللي وبالي المال منه ومنك انت عيالي غازلني بعيونك غزل ناقع شوق بشر تكون بنظرتك تقرالي حبك بروحش ما كبر مثل العيد يرجع جديدش ما يهل هلالي ما ريتها تمر السنة وبالي بعيد كل لحظة ريدك تبقى انت ببالي خفت انحسد شديت لهم سبع عيون شي تارس من محب تحضن سلالي هم الشماتة بلا قلب بس لسان ولسانهم سيف أحد من شتالي الله يسألون شي أخبار الزعل مركم يوم أضحك وقلهم على الزعل هنيالي نتعارك وضحكتنا حاجوز الصير والقاه قاعد بين بالي وبالي الله يقل له غالي وانت من نغلة هواي هو شحلات الغالي عشان غالي هو شحلات الغالي الله صح رسالة الله استاذ علي بما انه يعني اليوم احنا باول ايام العيد شو تحب توصي الشعراء شو تحب تعايدهم بالبدايه اتمنى لكل اخوان الشعراء يا رب يكونون بخير وسعاده دائمه اتمنى لهم النجاح الدائم اتمنى لهم التوفيق في حياتهم الشعريه للصعيد الخاص اتمنى لهم ما متزوج يتزوج ليش ما سويتوا رابطه مال شعراء؟ عندنا الحمد لله جمعيه شعراء الشعبين بدون رابطه يعني بس هي هاي الجمعيه مو يعني رسميه لا رسميه بالعكس رسمية. لا رئيس الاتحاد الشعراء الشعبيين الاستاذ جبار فرحان تحياتنا اليه نعم اللي هو رئيس رئيس اتحاد شعراء الشعبيين والعرب يعني هو الشاعر جبار فرحان بس تعرف احنا نفتقر اللي مكان خاص بينا تعرف انه المكان راح نرجع نتحدث بهذا الموضوع لكن خلينا نروح نشوف تهاني العيد نشوف هذه التهاني من المواطنين العراقيين بمناسبة عيد الفطر وبعدها نرجع لكم
ان العالم الاسلامي كافه والشعب العراقي بصوره خاصه وكل ابطال المجاهدين بساحات المعركه جيشنا وحشدنا البطل، ونتمنى يا رب الامن والامان للعراق العظيم، والعراق يسال كل خير. الله يحفظ كلنا. ما مزعل احد بالعيد؟ ايش تحب تقول لهم؟ لا ما مزعل ابدا الحمد لله. كل الحراس اللي اكيد عينهم ساهره على مود يجلبوا لنا الفرحه للشعب العراقي، اتمنى لهم كل الخير والموفقيه لهم ولاهلهم والنا ولاهلنا وكل العراقيين في كل مكان. والله احب اهني الشعب العراقي والقوات الامنيه بهذه المناسبه، واتمنى انه يحفظ الشعب العراقي وكل الناس. محمد نبينا امه امينه ابو عبد الله مات ولم يرى الست حليمه مرضيه نبينا ابو طالب عمه كان يخفف عمه ولد في مكه مات في المدينه. والله احب اهني الشعب العراقي كليته واهلي واقاربي كليتهم واهنيكم لكم، وان شاء الله يعني الخير والامان يعم على العراقيين كليتهم ان شاء الله. أهلو. لا والله انا عايف من البيت الشغل هذا هو، لا ازعل على حد ولا حد يزعل علي. عراقنا المحبوب دد له القلوب، أعمارنا صغيرة قلوبنا كبيرة أغلى من النفوس عراقنا المحبوب. قبل ما أهني أبدي قول علي بن أبي طالب عليه سلام الله، سيدي ومولاي، ليس العيد بالألبسة الفاخرة إنما العيد بفوز يوم الآخرة، وكل يوم لا نعصي بالله فهو يوم عيد. أنا من خلال شهادتكم الجميلة أهنئ وأقول كل عام وأنتم بخير لكل عوائل الشهداء من ضحى يعني من 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 الحج الشعبي، من قوات الامنيه، الشرطه الاتحاديه، شهداء الناس المدنيين تحديدا. اقول لكل عراقي غيور كل عام وانت بالف خير وصحه وسلامه وامن وامان ان شاء الله. كل عام كل خير، كل العراقيين والعائله والاهل بخير، وان شاء الله الصحه والسلامه لكل العراقيين. هاي فرصه نستغلها انه نصفي الجلوب، ويعني طبعا نقارب الجلوب ونصفي الجلوب وان شاء الله خير. كل عام والشعب العراقي كله وامه محمد بالف خير، وان شاء الله يعود بالامن والامان على الامه العربيه والامه الاسلاميه. واحب اهني اهلي وناسي وجماعتي واصدقائي، وان شاء الله عيد خير، وكل عام وانتم بخير والشعب العراقي بألف خير. إن شاء الله كل عام هم بألف خير، وهم يعني شلون تقول حزام ظهر العراق، وهم يعني السند للعراق. شفنا هذه التهاني من أهلنا، يعني طبعا كل الناس يتمنون الخير والسلام والأمان لهذا البلد. أستاذ علي، العراق وصفته بقصيدة وهزت مشاعره. أكيد احنا تعرف الشاعر هو أصلا هو كتلة من المشاعر، يعني نعم. ما ممكن اليوم تكتب قصيدة إذا ما حاس بها، لأن ما يخرج من القلب يصل للقلب. نعم. اليوم الشاعر اللي يكتب قصيده وما عايشه ما توصل للناس. اكيد قدمنا اكثر من قصائد، اكثر من مهرجانات، قدمنا دعمنا للعراق ولقواتنا الامنيه، قرينا على السواتر، عندنا اكثر من الشعراء كانوا من المراسلين حربيين قدموا شهداء عندنا من الشعراء. نعم. فتعرف انه هو هذا واجب وطني، يعني كل شخص انه من موقعه اليوم يقدم دعمه للعراق وللعراق. عسى انت اليوم من جيتنا ونورتنا، كم قصيدة حضرت؟ والله موجود خير من هالقصايد الحمد لله. خلي نسمع من عندك ان شاء الله. اقرأ على لسان لكل عراقي، يقول القصيدة تقول
بس لا حسدناك يعني. حسدتوني. شو لا هاي لان انت مركز عليها وحاول. لا الحقيقه يعني مو نسيت، بس انه تعرف ان اكثر من قصيده فتريد تقدم في مو بس الوطن، حتى الندى تنخاك ثار الورد لازم تاخذه مربع. رساله لكل غصن يحلم بجنح الطير، الى اهل العقول الواعيه تقنع. الطير على الغصن والقاع بذر الطيب، بين الياس قام بكل قلب يطلع. تعالوا خلنا صف من القلوب وقلوب، او خل ثوب الزعل من كل قلب ننزع. الوطن محتاج لي او محتاجك انت وياي، حط ايدك بايده وقوم خل نزرع. خل نشتم ورد مو كافش بارود، او يطق صوت الضحك ويسكت المدفع. خل نرسم حلم مرجوحه بيها اطفال، وخل نرسم هلال العيد من يطلع، او نبدلها بامل نغمه العبوه بصوت داخل والصبح فيروز. خل نسمع. الله صح الصح. الله عليك. طبعا احنا مو بارادتنا اللي دمر بي من مثلا وضع امني وغيره اكيد، لكن يعني ممكن انه احنا يعني هاي فتره وان شاء الله نجاوب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عدت ان شاء الله. تعرف انت بين هاي ملامحنا وبين حزننا وبين الفقد اللي عشناه اكو خيط امل، فهو هذا اللي جاي نمشي عليه. لازم تستمر الحياه. واحنا العراقيين الحمد لله بطبعنا ناس تحب الحياه يعني. نعم. والحمد لله شوف الضحكة دائما على وجوهنا رغم الحزن ورغم الألم اللي مر بيه، فشوف دائما نضحك نعبر عن مشاعرنا من خلال الابتسامة. نعم. وعن الأمل، ونتمنى يا رب دوم هاي الفرحة تستمر على العراق والعراقيين. إن شاء الله يا ربي بالخير والبركة. مثل ما نذكر احنا اليوم واقعنا الحمد لله أحسن من الأيام أكيد اللي أكيد مضت واللي صارت بينا. طيب اليوم أكو موضوع انه شاهدت لربما في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى هو متعارف عليه في مجتمعنا العراقي، انه اول يوم من ايام العيد هو يكون مخصص لزياره المقابر. يعني اكيد الفاقد عزيز على قلبه، او نشوف انه اليوم كل بيت اصبح عنده فاجعه ومنكوب وفقد فد شخص عزيز عليه. فعندك فد شعر يعني على هذا الموضوع؟ والله قلت لك احنا حتى لنا جوا عيد. نعم. حتى ما نعكر يعني. احنا ما نعكر، بس هي هاي بعد صارت ثابته. يعني بالضبط. تعرف احنا قلت لك احنا كل شخص اليوم. نعم. يعني من ضمن المتحدث فاقد لاكثر من شخص عزيز عليه يعني. نعم. فاقرا قصيده اللي هي ما بين الفقد وبين رساله لاخواننا وناسنا اللي. نعم. هم نحب نعايتهم من خلال شاشتكم اخواننا. نعم. خارج ان شاء الله. العراق. يقول القصيدة: ما أدري مليت من غربته ومليت من روحي. نعم. ما أدري شيء بالكثر لو كثر الجروح، شندو بقنع الجفن وجروحه هستنرد، هستوى نام الجفن بيد جرحي قد، لا عند أمه حضن ودفه بدفو الشيلة، أو لا بي ساتر أبو ولد حكي تشيله، وقت الغروب وعلم الروح أقوم البيت. الله. إش قد سوالف إجن يتعاركن بالبال، بتابوت أنا لو متت بياكي تفين شال، لا يمعلي واندف المامش نجف يمي، أو لا أخذ تبكي علي لا ينعص وتمي، بي المسافة وطن والغربة واقع حال، لا بي يرد واطمئن واستانس بناسي، أو لا بيظل والوطن منسم براسي، تدرون حكي الصور ما يخلي روح تهيد، ودمع الرسائل الحبر بلا شوفكم شي فيد، فاض الدمع بالحكي وتبلل إحساسي. الله. مليت من غربته ومليت من روح، ما أدري شيء بالكثر لو كثر الجرح. صح لسانك. صح لسانك. الله عليك. طبعا احنا مشاهدينا نرجع نفتح باب الاتصال. نعم. للجواب على سؤال حلقتنا لهذا اليوم، وطبعا اكيد مقدمه من خلال قناه الطليعه الفضائيه. نعم. وايضا استوديو العيد جائزه للفائز بسؤالنا في هذه الحلقه، والسؤال هو حمله
أو العراق يدخل ضمن حملة في كتاب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، شنو كانت وأيضا شلون قدر العراق يحصل على هذا اللقب؟ هذا ننتظره في إجاباتكم. أستاذ علي، يعني هذا الشعر هسه سمعناه اللي هو بداخلك يعني غصة بحب هذا الوطن وحب العراق بصورة عامة، لكن يعني أريدك تحكي لي إنه يعني شوكت بديت فعلاً إنه أنت تكتب للعراق؟ عذرا المقاطعة، نشوف هالاتصال وبعدها نرجع. عندنا اتصال. وعليكم السلام. بهاء من بغداد، حياك الله وكل عام وأنت بألف خير. بهاء كل عام وانت بخير، صوتك ناصي، ممكن تعلي شوية؟ حياك الله، حياك الله، عيدكم مبارك ان شاء الله اجمعين. شنو جواب شنو جواب لسؤالنا؟ جواب بس ما بها صادع. نعم، ان شاء الله تكون دخلت ويانا في القرعه، شكرا جزيلا لحضرتك. عندنا اتصال اخر، حسين الحلاق من بغداد. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام. قبل لا تجاوبنا حسين، قبل لا تجاوبنا كل عام وانت بخير، بس احكي لنا شلون يعني السره خلاص عندك، شلون الناس قدرت انه تكملهم؟ ساعه بيش نمت لو بعدك ما نايم؟ دان انا ما نايم، لان سحرنا وهاي وقالوا عيدوا احنا في المحل وظلينا مشتغلين زين. عيدوا والله صلينا والحمد لله ظلينا في المحل قاعدين نشتغل ان شاء الله. بعدك في المحل لو رجعت؟ اي والله بعدنا في المحل. يعني بعد عليك الزحام. اي والله شايف تسوي. ان شاء الله الله يرزقك، كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك. والله احنا العايدين ان شاء الله صحة وسلامة. الله يوفقك. ويامك سعيدة أبو شمس الغالي، العزيز عليك. على راسي أبو علي، كل عام وأنتم بخير. والله العزيز صحة وسلامة، مستاقين لك يا حبيبي. الله يسلمك، الولد يسلمون عليك والله. تحياتي تحياتي لك. والله برنامج قناة الطليعة ما قصرت والله الحمد لله. وزيك. الله يحفظك، ممنون يا حبيبي. الله يعزكم إن شاء الله، والله العزيز. حبيبي ممنون. والله حبينا نعايشكم، الله يعزكم إن شاء الله. زين، شارك ويانا بسؤالنا لو ما شارك. والله علي يا ولد استنى جبتك شفت صوتك، عليكم الله شاهد. الله يحفظك، والله شكرا لك، شكرا يا حبيبي، شكرا يا حبيبي، شكرا يا حبيبي، شكرا يا حبيبي. بس لا يطلع هو الحلاق هذا اللي هو حلاق هو حلاقكم يا صديقي حسين، وجه التحية مشكور الاتصال. نعم طبعا احنا للمزاح لا اكثر ان شاء الله، الله يرزقهم جميعا يعني كل المهن الخاصة في مجتمعنا. نشوف انه يعني مهنة الحلاق الحمد لله بقت محافظة على نفسها. عندنا اتصال اخر، محسن من النجف. السلام عليكم. وعليكم السلام، كل عام وانت بألف خير، من العايدين ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، كل عام وانت بخير، من العايدين ان شاء الله. وانتم بألف خير حبيبي، ان شاء الله قناه الطليعه من نجاح الى نجاح. حياك الله حسين، ممكن تنصلنا صوت التلفزيون او تسمعنا من التليفون؟ حسين صوتك مو واضح عندنا، بس تنصلنا صوت التلفزيون. محسن اي مو يعني الصوت مو واضح بسبب التلفزيون. كل عام وانت بخير ان شاء الله، عليك وعلى كل الاهل ان شاء الله، وعلى محافظتنا المقدسه ان شاء الله. ان شاء الله كل العراقيين بالف خير ان شاء الله، عيدكم مبارك. شلون الاجواء يومكم بالنجف الاشرف؟ خير من الله، نعمه الحمد لله. وين انتم، بالكوفه لو بالنجف؟ احنا لا بالعباسيه. ها شلونها يعني تبادل الزيارات، صلاة العيد شلون كانت؟ خير 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 نعمة من الله، عساكم بخير. أكيد تحياتنا لكل أهلنا بمحافظة النجف، هذه المحافظة العريقة. إذا سمعت سؤالنا؟ إي بلي. نعم. الإجابة على السؤال تكون بصمة قوة، لأن العراق ثبت جدارته أمام الشعوب وأمام العالم بانتصاره على الإرهاب.
أكيد طبعاً بسواعد أبطالنا، إن شاء الله تكون دخلتوا يعني بالقرعة. عندنا اتصال آخر. نعم. شكراً حبيبي. حياك الله. حياك الله. عندنا اتصال آخر. ألو، صباح الخير، كل عام وأنتم بخير. صباح النور، كل عام وأنتم بخير، أيامكم سعيدة. حياك الله، عيدكم مبارك. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. حجاج حسين بخير. إن شاء الله صحة وعافية. حياك الله، كل عام وأنتم بخير. قناة الطليعة والله معجوبين بها، أنا على قناة الطليعة وكل جيدة. حياك الله. هذا طبعا اكيد احنا يشرفنا، وايضا احنا واجبنا انه نوصل للعائله العراقيه بكل ما هو يعني قيم وايضا محترم اللي يدخل به للشاشه العراقيه. ممكن جاوبنا؟ بس اسلم عليكم وعايشكم وما رايك فيكم. لا لا، جاوبنا، حاول انه جاوبنا على سؤال حلقتنا حتى تقول يانا بالقرعة. أنا ما رأيتي ما رأيتي بس حب أسلم عليكم وهاي. شرفنا بك. زين، شو الأجواء يومكم؟ والله الأجواء كل زينة، بس شوي الحرارة كحارة جوخر. ها إيه. نعم. الله يسعدك. حياك الله، شكرا لك. شكرا لاتصالك. عندنا اتصال آخر. أثير من بلد. أثير. ألو. نص التلفزيون، كل عام وانت بخير، بس نص صوت التلفزيون حتى نسمع. ماشي يا حمد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيامكم سعيدة، كل عام وانتم بخير. يا ربي خير وبركة عليك وعلى عائلتك هذا العيد، وكل أيام السنة تكون عليكم إن شاء الله. الله يسلمك للجميع إن شاء الله، من جميعا. إن شاء الله أجمعين. عندنا سؤال حلقتنا، شنو جوابه؟ نعم. الساحق ان شاء الله. شنو؟ بس نصينا صوت التلفزيون. الساحق؟ صوتك مو واضح. مو واضح الصوت. ابتعد عن التلفزيون حتى نسمع اجابتك. نعم. ان شاء الله تكون دخلت يعنى بالبصره. عندنا اتصال اخر باسم من بالبابل، قدمنا يا اتصال علي وياك. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا، كل عام وانت بخير. وانتم الف خير، ايامكم سعيده للعايدين للجميع ان شاء الله، صحه وسلامه. الاسم باسم. باسم. باسم من وين انت؟ من بابل. من بابل. يا هلا ومرحبا ببابل، شلونها بابل؟ والله بخير ان شاء الله. دوم ان شاء الله بخير. ان شاء الله عساك. والله حار. وهاي اجواءنا بعد، اجواء الصيف بعد. هي كلها حارة، حتى بغداد. حارة برد مرة. زين. شنو اجابتك؟ أنا؟ شنو الاجابة على السؤال؟ السؤال ممكن تقرا لي اياه؟ السؤال هو العراق دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفتح حدث صار، يعني مجموعة من الناشطين قدروا انه يسوون حمله كبيره من خلالها دخل العراق بموسوعه غينيس. شنو هاي الحمله؟ والله ها ابشر. ماكو خيارات؟ لا والله ماكو، خلصنا. زين، انت شنو يجي ببالك؟ اكو احد يمك يساعدك؟ لا والله، بس انا كلها رايحه اسعيد. ها زين، هسه ما دام انت ما جاوبت ان شاء الله دخلت ويانا بالقرعه، سولف لنا الاجواء يومكم شلونها؟ والله حار برد مره. ها هسه عوفك من الحر، هاي اجواء يعني بعد هو بيد الله الحر وال التحضيرات مالتكم للعيد يعني الاجواء الخاصه سويتوا كليجل ولا لا؟ لا كلش حلوه، والناس طالعه تونس يعني، حتى يعني لين 10 12 اكثر شيء الواد اللي عم تطلع. والله ما عاد كل شيء واقف، ما حد يفتر، لان حاره الجو حيل حيل حار. اي طبعا، يعني تصير طلعتكم العصر. العصر اي بالليل. اي رحت عايدت اقربائك، بيت جدك، اهلك. اي من الصبح، من الصبح مو مثل من الصبح كذا يعني، عندنا احنا قالوا كل الصبح لان حاره حيل. نعم. الله يحفظك ان شاء الله ويعطيك العافيه. اكثر طلعتنا يعني الصبح والعصر وبالليل، الضوء يعني تشوفك هذا حيل حار. تمنيت امنيه بالعيد؟ معاني؟ تمنيت أمنية بالعيد؟ والله الموفقية والسلام والصحة يعني إن شاء الله. إن شاء الله أجمعين، عيدكم مبارك. إن شاء الله.
شكرا لحضرتك. نعم. ان شاء الله دخلت ويانا يعني بالقرعه. عندنا اتصال اخر، علي من النجف. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايامكم سعيده، كل عام انتم بخير على شهرنا العزيز. ان شاء الله يعود عليكم بالصحه وبالعافيه الجميع ان شاء الله اجمعين. نعم ان شاء الله يا ربي خير وبركه يكون هذا العيد رحم على الله واجهك رحمه النجف الاشرف. شنو جواب الحلقه؟ والله الجواب ان شاء الله القوه والعزيمه بحشدنا وبجيشنا. نعم. وبجيشنا ان شاء الله ظلوا ثابتين من 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 دون الدول العالميه. نعم. ما اكو ثبات بالعالم كله. اخ علي، السؤال تحديدا حاول انه بلكي تفكر به. العراق دخل موسوعه غينيس بحدث صار، يعني مجموعه قدروا انه ناشطين قدروا انه يسوون حمله معينه دخلوا من خلالها الى موسوعه غينيس. شنو كانت هذه الحمله؟ دخلوا باثار وهواء العراق، هاي اول شيء. نعم. دخلوا وبعد يعني بقضيه هي هاي ولو هي ما ذكروها بقضيه زوار مشاي تبع عبد الله الحسين. ماكو هيك حشود عالمية. هاي انا اقول لك هي داخله من زمان. داخله موسوعه غينيس. بس هو الاهوار مو دخلت موسوعه غينيس، الاهوار يعني اعتمدت بالامم المتحده لائحه التراث العالمي. نعم. بانه هي ارث حضاري وايضا يعني واقع يعتبر جيولوجي بارض معينه اللي هي بالعراق. لكن سؤالنا اللي هو يعني على حمله صارت، طبعا انت دخلت ويانا. نعم رحم الله والديك. شكرا جزيلا. شكرا. بس طلب صغير من شاعرنا، اريد شعر بحق ابو الحسن علي خادم ان شاء الله. رحم الله والديك. شكرا جزيلا. زياره ان شاء الله من يمك في محافظتك العزيزة، وعيدكم مبارك. تحياتنا لكل أهلنا بالنجف الأشرف. نعم نعم. نسمع الشعر إن شاء الله. تفضل. لأمير المؤمنين أمير الفقراء علي بن أبي طالب عليه السلام. خجلان الوصف والقلم يعرق خوف، بحر كلك كرامة والوصف قطرة. بتاريخك عالج قد معجزات البيك، بدت من الولادة الليلة الطبرة. الله. فتح قلب الجدار الشاف نورك صاح، هلا بجاية تعلي بريحة الفقرة. الله. على بكفك لقوا آثار دمع ايتام، بن حيدر بكفه من الدمع حضرة. فقرة دموعهم للفرحة كلك عيد، يوزع ضحكته على دموعهم فطرة. صلاتك والحرب والفقرة بيت المال، تلم دمع اليتام خلقك ايش كبرة. الله. على اسمك نقش فوق العرش موجود، او قيس انت عالج قد بالعرش قدرة. تعرف من بدت وحي الرسالة كان على كان الوحي والغار والأقراء. حياك الله. الله يحفظك. الله يسلمك. طبعا يعني احنا بهذه الأيام خصوصا بشهر رمضان المبارك شفنا انطلاق برنامج يعني أهم برنامج فعلا بالساحة الإعلامية العراقية على الإطلاق، اللي هو برنامج منشد العراق. هذا البرنامج اللي فعلا يبحث عن الأصوات المميزة فعلا وأيضا العذبة في النطق بحب الإمام الحسين أو مثلا بباقي الأناشيد. طبعا حلو احنا نشوف هذه الخطوة أن توجه شبابنا والأطفال الصغار على فد جانب مهم، وهي معرفة القضية الحسينية والتمعن بها وحبها من خلال تناغم بأصواتهم. طبعا خطوة جميلة ومشرفة بالنسبة لكل العراقيين اللي كانت مبادرة. نعم. خطوة تحسن بالقناة. نعم. لأنها السنة الثانية ويا رب إن شاء الله القادم أفضل. طبعا اللي فاز هو حسين صباح يعقوب من محافظة ذي قار ببرنامج منشد العراق. أعتقد ذي قار صار مرتين. نعم. المرة الثانية اللي الفائز يكون من ذي قار. نعم طبعا فعلا انه اكو يعني بصمات توضع هذه البصمات من اجل يعني ايجاد حاله اعلاميه او حاله فنيه معينه
يكون لها اثر على البيت العراقي وعلى الشارع نعم. العراقي. اليوم احنا من نشوف طبعا اكيد يعني هو مو يعني ممكن انا شاهدتي مجروحه بقناتي الفضائيه، لكن من اشوف هذه الاداره في اختيار المواضيع وايضا اختيار البرامج اللي من خلالها تدخل قناه الطليعه الفضائيه لكل بيت عراقي بمادة ومحتوى ذات قيمة حقيقية، ذات قيمة بها يعني معنى حقيقي، وأيضا بها الكثير من الأهداف اللي النبيلة اللي ممكن أنه فعلا تخدم المجتمع بكل مفاصله. إذا نبارك أكيد للفائز حسين صباح، وإن شاء الله يكون على خطى الإمام الحسين ونشر هذه القضية. طبعا شاهدنا أنه صوته من الأصوات الجميلة واللي ترجعنا للإرث والتراث الحسيني، فإحنا بحاجة أنه يكون القصائد الحسينية والرسالة الحسينية تصل لكل المسلمين بالصورة الصحيحة. فهنيئا لهذه المرتبة، وإن شاء الله يكون بركب خدام الإمام الحسين عليه السلام. نعم نعم. عندنا اتصال ونكمل. لا لا استاذ علي، يعني يعني شفنا هذا البرنامج مرشد العراق، شفنا هذا شلون كان اصداء بالشارع، شلون شفتوه، شلون تقيتوه كشعراء؟ اكيد اول شيء قلت لك ابارك للقناه على هذا البرنامج. نعم. خطوه جدا مهمه بالموسم السابق وهذا الموسم الثاني، قلت لك قاعد يحفز اللي كثير من الطاقات أكيد. توجه بالمسار الصحيح. صحيح. لربما اكو هواي من الاصوات ما يعرف وين يروح يعني. نعم. لربما يتجه لغير اتجاهات باستخدام صوته. الحمد لله ان القناه جديره من نعم. اعداد، من اخراج، من لجنه، من نعم. يعني من جميع الامور. يا رب التوفيق. حتى انه حتى الشباب تحس انه اللي جاي قدموا بالبرنامج، حتى اللي ما فاز اعتبره هو فايز. صحيح. لخدمته مشاركته اكيد بالضبط. يعني تعرف اليوم الشخص الناجح مو شرط انه ياخذ هو المرتبه الاولى. صح. تحس انه احسن مرات احنا بالشعر نعم. يجينا شعراء شباب سهم بادين، فمن من الطين معلومه وياخذها، بعد فتره نشوفه صاير اسم احنا. صح. نفرح. نعم. لان هذا الشخص جاي ياخذ صح، يتعلم صح. بالنسبه لمنشد العراق يعني اتمنى لهم التوفيق. نعم. يقدمون هذه الأصوات، حتى قاعد أكو كثير من الناس أصدقائنا من الأصوات اللي شاركت بالبرنامج يدورون عن الكلام اللي أهل البيت. صحيح. من خلال قصائد أو من خلال نص. نعم. معين. أستاذ علي نروح نشوف هذا المقطع من برنامج منشد العراق، وبعدها راجعين متواصلين بمجلس العيد وأيضا استوديو العيد. رجعنا وياكم أعزائنا المشاهدين، وإن شاء الله ما تأخرنا عليكم. وتعرفون قبل لا نعرف المتأهل ويانا للقب منشد العراق، ومثل ما تعرفون وأيضا متسابقين على حماس، والله يساعدهم يكون بعونهم يعرفون النتيجة يردون. لكن أريد أخذ ضيف عزيز علينا من كربلاء المقدسة، حضر ويانا إلى كلمة للعراق، عراق الأولياء وعراق الصالحين وعراق المجاهدين وعراق الأبطال، عراق العطاء وعراق الأبداء وعراق الإبداع. نعم إنه العراق، وماذا نقول بالعراق؟ ويانا سيد محمد زوين من كربلاء المقدسة، عنده كلمة يلقيها أمام اللجنة. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أهلا وسهلا سيدنا، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كلمتي بعنوان أنا العراق. أنا العراق، ولدت قبل الحرف والكلمات، ولدت لأصنع الإنسان والحياة، لأضيء فضاءات الكون بالحكمة والعلم والشعر. أنا
أنا من سلالة الخالدين، سلالة بابل وآشور وسومر وأرض كربلاء المقدسة. سادتي الأفاضل، وفي غفلة من الزمن وفي ظلمة الليل الكالح خرج شذاذ الآفاق وزنات الأرض من جحورهم الناتنة، يهدم ما بناه الأجداد وحافظ عليه الأحفاد، يهدم هذا الإرث الإنساني الخالد. وإن يقلعوا شجرة الحياة والحرية والكرامة، ولكن هيهات وألف هيهات أن يحققوا حلمهم المريض، ما دام فينا عرق ينبض وإرادة شامخة كشموخ الجبل والنخلة والعقال. وجاء الرد المزلزل، وجاء الرد المزلزل من المخلصين من أبناء شعبنا العظيم، جاء ليلبي نداء المرجعية المباركة بالتصدي لهؤلاء المجرمين، وانفجر بركان الغيرة العراقية ليتحدى القدر ويتصدى للطغاة. واستجاب شعبنا البطل لقدره، استجاب لإرادة الحياة وحطم القيود وبدد ظلام الليل بوقفته الشجاعة، لأنه شعب يتطلع للحرية والكرامة والسؤدد، وأيقن بأن ليل الظلم لا يتجلى صدفة ولا قيد لاستبداد. طبعا شفنا هذه الكلمة فعلا كلمة معبرة وأيضا بها الكثير، يعني من نتحدث أنه المعنى كبير جدا، وأيضا عمر هذا الشاب احنا نسميه يعني ولا هو صغير في العمر، لكن فعلا انه هو كبير بما قدمه، كبير بالمعاني فعلا اللي يحملها بداخله. استاذ علي، شفنا هذه الكلمه على هذا الوزن، يعني فعلا احنا محتاجين انه كل ابنائنا يعرفون العراق، يحبون هذا البلد، يتعلمون شلون فعلا يقدمون اجمل الكلمات لهذا البلد. بالضبط، تعرف اليوم الشخص او كل انسان اذا ما عنده ولاء لبلده ما له كيان خاص. طبعا لازم اليوم عندنا حس وطني تجاه العراق لخدمه العراق، لازم بهذه الاصوات وبهذه الطاقات الشبابيه نقدم دعم للعراق، نقدم نبني العراق بجميع صنوفنا، بجميع مهنا، بجميع الشرح الشعب العراقي. نتمنى انه يا رب يكون العراق بخير وبازدهار دائم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب نسمع شيء من حضرتك. ان شاء الله. ما عنده وجه مكروه للناس، زعله طيب تبلون الطباشير. ما عنده وجه مكروه للناس، زعله طيب تبلون الطباشير. الخنجر من يجي خطار لضلوع عزب له بقفه وكل طعن تبير. الله. بوجه بيبان بس كلمته لتشوف، الغصن ما ثقل وجهه على العصافير، الاخرس ترس عينه تشوف الحروف وتميز عبرته بغير تأشير. يا روحي على طول الجاي بالعيد، نوم العافيه جروحش نواطير. ما خلي الهوى يمزل فيك بطيف ويحزنك عمر ما اخذ تصاوير. انا عقال اللي يبرد حرقه الثار، انا المجوى وعرف سوالف النار. الله. انا الشجره التغازل شعر الاشجار، انا الماشى بظل الساتر، بيوم انا بظهر السواتر ظلت تحير. اواسب صفنه الشمعين تمثال، ياخذ راحته من يحط علي طير. الله. رغم حرقة فرقتك باب مفتوح بقلب هالنار ومعزبة تنالي. الله. صح لسانك يا حبيبي. طبعا أستاذ علي، يعني أريد نسمع منك كلمة أخيرة توجهها لأهلك ولكل العراقيين ولكل الناس. أولا أنا حقيقة أشكركم على هذه الدعوة. نعم. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، كل عام وأهلنا وناسنا ومحبينا بخير وسلامة، الله يحفظ ناسنا وأهلنا
ويا ربي دائما ايامنا كذا اعياد وفرح ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. شكرا, شكرا, شكرا جزيلا لحضرتك وعيدكم مبارك الجميع ان شاء الله. شكرا. نعم مشاهدينا خلونا نروح الى فاصل بعدها راجعين متواصلين معكم.